بجهود وخبرات وطنية، أعادت كوادر وزارة النفط والثروة المعدنية تأهيل معمل تجفيف الفوسفات بمناجم خنيفيس في بادية تدمر، وإقلاعه تجريبياً بطاقة إنتاجية تصل إلى 650 ألف طن سنوياً. اليوم احنا عم نشاهد إقلاع التجريبي بعد مرحلة انتهاء التأهيل لهذا المعمل الذي تم تدميره سابقاً بشكل ممنهج وبشكل كامل. اليوم الشيء اللي شايفينه انتم هو إعادة بناء من أول وجديد لمعمل كتير مهم لإنتاج الفوسفات المجفف والفوسفات المركز في منجم خنيفيس. طبعاً الطاقة الإنتاجية لهذا المعمل هي حوالي 650 ألف طن سنوياً، وحالياً سنقوم بتطوير هذا الإنتاج ليصل إلى كميات أكبر من 650 حتى يصل إلى 850 تقريباً ألف طن سنوياً. الحقيقة العمل الجبار الذي قام فيه لطف العمال في إعادة تأهيل هذا المعمل هو عمل يستحق الثناء والشكر، لأن عاملينا أثبتوا أنهم رغم ظروف الحصار ورغم كل المعوقات قادرين على أن يعيدوا البناء لجميع معاملنا، وخاصة التي دمرها الإرهاب في المرحلة السابقة. الفوسفات يعني منجمين رئيسيين، المنجم الأول الرئيسي هو منجم الشرقي. المنجمين ينتجوا ثلاث أنواع من أنواع الفوسفات. الفوسفات الأول هو الفوسفات الرطب، الفوسفات الثاني هو الفوسفات المجفف، والفوسفات الثالث هو الفوسفات المغسول. الطاقة الإنتاجية الكاملة لهذه المعامل هي 3.5 مليون طن سنوياً. هذا الفوسفات ينقل إلى مرفأ طرطوس بواسطة القطار والشاحنات. بمنطقة طرطوس لدينا 22 سيلوهات أو صوامع لتجميع الفوسفات وتخزينه، تنقل بعدها في البواخر إلى الدول التي تستجلب الفوسفات. تأتي هذه الزيارة اليوم للسيد وزير النفط والثروة المعدنية إلى مديرية مناجم خنيفيس تجسيدا لشعار الذي طرحه سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، الأمل بالعمل، وتأتي لتأكيد أن الشركة العامة لحسن الوجه وكوادر وزارة النفط ملتزمون بهذا الشعار وساهرون ومجتهدون لتطبيقه.